وفيها اتطلقت عمي. شو؟ اتطلقت؟ الله يخرب بيتك يا ابو صفوان، خربتي بيتنا وبيت ابنك وبيت بنتك، الله يخرب بيتك يا ابو صفوان. صباح الخير. يسعد لي هالصباح يا عمري انت. يلا قومي في حضرت لك الفطور رح يقدم الظهر. وانت من ايمت فايقه؟ من بكير. فقت الصبح وشطفت ارض ديار وسقيت الزريعة وحضرت لك الفطور. ما قلت لك ما تتركيني لحالي وما تبعدي عني منوم؟ يلي جمعنا بعد هالسنين ان شاء الله باذن الله ما رح يفرقنا مرة ثانية. امين يا رب. ليك ندق الباب مدري مين اجا. خليكي لا تفتحي، هلا خالي ابو صفوان هو بيفتح. عمي ابو صفوان ما انا هون. لك ايه والله هذا راح على صلاة الصبح، شلون نسيناه؟ ليش نحن كنا متذكرين حدا. لك هلا قوم افتح الباب خليك. يلا يلا جاي. اهلا وسهلا، ما تواخذيني يا اختي، لحظة لأنا أعطيلك الحريم. سميحة صبر قلبي يا اختي. سكرتيني يا اختي، شلوني؟ صبر قلبي كيفك؟ كيفك شو أخبارك؟ الحمد لله صحة. لك مين أحلى مين هدول؟ أولاد. شو اسمك أنت؟ لك أهلين يا هاشم. وأنت شو اسمك؟ لا أمشي قلبي. رويدا يا رويدا تعي شوفي مين اجى لعنا. مش وين رويدا؟ يا سميحه انت عمري انت الحمد لله على السلامه. لك يا نفسي مين هي؟ رويدا انت عمر قلبي ما اطلعها. لك عمري شو اخبارك؟ مش لاقتني ولا انت. تفضلوا تفضلوا تعي 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 فوت فوت. هي حطينا الحنتيتة قبل ضفر العفريت. يا ماما مين في عند ستك؟ ما في غير جدي. مين جدك؟ جدي أبو صفوان. جدك أبو صفوان؟ قاعد هو وستك؟ إيه هو وستي وعمي أبو عجاج وأبي، لأنه جدي كان نايم عندنا مبارح. نايم عندها من مبارح؟ ما قلت لك؟ إلهي إلهي ما يتهنوا ولا يشوفوا يوم هنا. لا يا ماما ما بظن. ولك محجوب؟ ستك كانت نايمة بأوضتك ما هيك؟ ما بعرف، أنا فت الصبح لقيتهم قاعدين بالليوان عم يشربوا قهوة. إن شاء الله سم الهاري، إن شاء الله مطرح ما يسري يهري. سيك يا مام سيك، هاي بفتح السنبر. عاوزة شي يا مام؟ يا مام خليك عندي شوي كمان. ما بدي، رايحين أنا وعمي أبو عجاج على الميدان مشان يدربني على الفرس. إلهي ما يوفقكم يا بدن ويلاتي. إلهي أصف لي عمرها هالكرنيبة خطافة رجال. شو في يا مام؟ أبوك يا مو، أبوك تجوز مرت عمك هالعاطلة. يو معقول يعملوا عرس وما يعزمونا؟ والله ما لهم حق. أكنا رقصنا له وغنينا له، بس ما بظن يعملوا عرس وما يعزمونا. أكيد رح يعزمونا، مو هيكون في قا. يخرب بيتك. لك الله يقصف لي عمري. لك الله. خلص يا مو خلص. خلص يا مو اتركي يا مو. يا مو انت بتبلي يا مو. يخرب بيتك من حالك. طولي بالك يا مو. وهلا صار لازم حاسبك يا فردوس يا نصابة يا كذابة. قال أخوها بدي يلعن أبوها على أبو أخوها. أنا برأيي إنه بيت أبو نجيب خلاص انشمس.
اكيد هذا الواطي بيكون سمعكم انتم عم تغيروا الالات، لقطلوا كلمتين ثلاثه وراح فيهم لعند الكمدان، ما بتلاقوا غير البيت انكبس. بس اكيد نحن ما حكينا شيء. اكيد ما حدا حكى شيء؟ اكيد اكيد ما حكينا. اول ما فتنا على البيت هرب، ما لحق يسمع شيء. معناها هلا بتطلعوا على يلدا، بتجيبوا سلاح تحطوه ببيت ابو نجيب. ونحن من وين بدنا نهجم عقيد؟ نحن وشباب حارة الكوب رح نهجم مع جماعة حسن الخراط عن طريق الشاغور. وإمتى الهجوم؟ إن شاء الله بالكتير من هون لبكرة. وبس تجينا الأوامر لازم نكون جاهزين ولازم نلبي الطلب. لعيونك عقيد. عمار. مور عقيد. بتخبر لي الشباب يكونوا جاهزين، بس يسمعوا قواص ثلاث مرات ورا بعضهم بيجتمعوا على البيت أبو نجيب. لعيونك، السلام عليكم. وعليكم السلام. عقيد، إن شان أخي عبده، نقول له ولا ما نقول له؟ أنت شو رأيك؟ عبده رجع لأصله وندمان على الماضي كلياته، وبيني وبينك هو من زمان حابب يكون معنا، بس أنا كنت عم بتهرب منه. خلاص، عبده بضل ابن أصول وشهم، بس عشرته مع صفوان هي اللي كانت موسخت له سمعته. ألف مبروك يا أم عبده، ألف مبروك. الله يبارك بعمرك إلهي. والله هو كان الواجب نروح نبارك لك بالبيت، بس قلت بما انك هون نجي بارك لك هون. بس والله مو حلوه يعني يوم صباحيه عرسك تطلعي من البيت. شو صباحيه؟ شو يو مو تجوزتي انت وصهرك ابو صفوان امبارح؟ كنت منين جايبه هالحكي؟ شو فيها والله الجواز يا جماعه ما فيه شيء لا نوعيب ولا حرام. لي على طول ان شاء الله. هل انا اتجوز بعد هالعمر؟ لا امي وسلفي يلي انا حاسسته بمقام اخي. ايه والله يا جماعه لكم صفوان هي اللي عم تحكي هالحكي. بالعلامه راحت لعند فردوس لحتى تدقى قتله لانه ما زبط السحر معها، وقامت هي اللي قتلت قتله من فردوس حشكو لبك. يا الله لا يقيمها. الله يفضحك يا صبحيه الهي، الله لا يوفقك يا رب. إيه لا تهزي بدنك يا عبده، هي ام صفوان ما فيها لا ضمير ولا دين. جدي؟ نعم يا عيون جدك. اريد فرس. تريد فرس؟ يا حبيب جدك انت لساتك صغير على الفرس. لا انا صرت رجال، ست تقولون انا صرت رجال، انت وعمي بقولوا ما تقولون صغير. لك تكرم عينك. وعدها؟ ايه وعد. خلاص يا سيدي وعد. يا ترى الله بيعطينا عمر لعيش ويشتري له فرس للولد. ان شاء الله العمر كله، ان شاء الله بتعيش وبتشوف اولاد ولاده كمان. لو كان نمر ابن المرحوم وطاح عايش كان من جيله. ما حسرتي، يمكن الله بده يعوض علينا بهالولد. ولاد الدنيا كلها ما بتعوضني عن ابني وعن ابن ابني. لسه ما نسيت الحارة؟ ليش انت نسيتها؟ حدا بنسى اهله وناسه، والله نسيت تحت التراب، ما بنساهم ما بنساهم. شفت شلون؟ نحن ايام وضاح تركنا الحارة لانه انهانت كرامتي فيها. ومن مين؟ من ابن اخوك اللي رفع ايده علي وقال عن ابني خاين. ومو انا اللي بقعد بمطرح انهانت كرامتي فيه. إذا كان بدي يقعد يا مضاح التمن رح يكون غالي. شو هو التمن؟ التمن راس ابن أخوكي. بتقبلي بهذا التمن لحتى نرجع على الحارة؟ طيب وأهل الحارة شو ذنبهم؟ أهل الحارة؟ أهل الحارة سمعوا الإشاعة وسكتوا، والسكوت علامة الرضا. خالي، انت ليش نمت امبارح على بيت خالي ابو عبدو؟
الله يخالي ما حبيت ازعجكم، كنت بدي نام بالمطافي. بس ولاد خالك ما خلوني. لا خالي، ازعجنا ولا تنام عند حدا مرة تانية، ولا بالمضافي. هذا البيت بيتك وانت كبيرنا، بتاكل وبتشرب وتنام وبترتاح على الاخر. ليش شو في؟ ما في شيء خال، بس اذا كان بدك يعني يكون مبسوط، ما بتنام عند حدا مرة تانية. طيب خال طيب. اهلين خال. الشباب اعطي على الشباب ورا. زي الشباب الورا وصلوح. يلا عمرك. اعطيني حرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. بدي ارجع ابو نمر. ليه لحتى ارجع؟ اول شيء لسه جرحك ما طاب. ثاني شيء لساك عريس جديد. شوي عريس ما عريس. اذا كان ما طلعت هلا ايمت بيطلع انا؟ الله حيه ابو نمر. يلا يا شباب. عفوا. غاد عمي بخير غاد. شباب يلا سامعين لبعض؟ ايه لك يا مسامعين. اللهم عافينا. لا خربت الشام ابو ياسين، اذا ما خربت ما بتعمر. طيب شو القصه فهمونا؟ القصه انه رجال الشام وبضاياته هجموا على القياده الفرنسيه بعصر العظم. يا لطيف يا لطيف، الله يجيرنا. وفي حدا من رجال حارتنا معه؟ كل بضايات الحاره معه. الله اكبر الله اكبر، من يوم يوم بضايات حارتنا رافعين راسنا. وابني ياسين معه؟ ايه ابنك ياسين وابني زهدي والمعلم الطائع والعقيد أوفاد. شو بدي اعدل لك لعد الله؟ الله ينصرهم الله ينصرهم ويكون معهم. امين يا رب. لك خير شو في؟ لك جي في؟ شو خيره؟ طمنا كيف عاملين الشباب؟ على كيف كيفك؟ ايوه الله يطمن قلبك يا رب يفرحك. امين امين. ما لقيته، ما لقيت بالحارة ولا شب. وما عرفت شو قصة هالضرب والقواص؟ مبلا، هذا الفرنساوي عم يضرب الشام. الله يضربهم إلهي. عم بيقولوا حارين سيدي عمودة كلياتها، مو مخلاين فيها ولا بيت. إيه يبعتلي حبنا إن شاء الله، لك إن شاء الله ما يكونوا أولادنا هنيك. أكيد هنيك، ما زال ما في حدا من شباب الحارة، أكيد كلهم هنيك. رح روح دور عليهم لأول جديد. لك أخي وين بدك تروح تدور؟ ما بعرف، رح اروح دور عليهم الشهور يمكن لاقيهم. اخي مشان الله لا تطلع، وين بدك تروح بهالليل؟ مالك شايف القيامة قايمة برا؟ كرمال الله يا عمي لا تروح، ليقوم يسيبك شي فشكي طاشي الله لا يقدر. يا الله. يا ربي دخيلك يا رب. يا رب. الحمد لله على كل شيء، بس في اثنين من رجالنا استشهدوا الله يرحمهم. رحمة الله. الله يرحمهم.
على كل حال ما في شيء ببلاش، والشام تستاهل. ايه والله بتستاهل، ومفديه برواحنا كمان. ايه والله. هاي رشدي وعمر اجوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طمنونا شو الاخبار؟ والله الاخبار ما بتسر بنوم. خير خير ان شاء الله. حرقوا سيدي عموده ما خلوا فيها حيط على حيط، والقتله معبيه الاراضي. يا لطيف يا لطيف. بسيطه، الايام جاي كل شيء نهدي بيتعمر باذن الله. يعني ابني عايش ولا ميت؟ والله ما بعرف يا اختي. ما بتعرف؟ لكوا لي على ابني، لكوا لي على ابني، لكوا لي على ابني. مور عقيل، بدي اخذ روح تكشف لنا الحاره وترجع. صار ابو عجاج، اذا شميت ريحه درك او عسكر ترجع بتخبرنا على السريع. دير بالك ما يشوفوا. لعيونك عقيل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلي لي اياكم، بيضتوا وشنا الله يبيض وشكم. وشك ابيض، طمنا شلون الحاره؟ لا تطمنوا، الحاره بامان. بس ما يعملها الواطي. مين؟ صفوان؟ ايه صفوان مشي حاله من امبارح. شلون يعني؟ يا سيدي جيتو قذيفة سيدي عمود ومشي حاله. الله يبشرك بالخير. يا والله بتستاهل بوسه من بين عيونك على هالخبرية. صفوان ان شاء الله خير. طولي بالك ان شاء الله. ابني وحيد. طولي بالك يا اختي، عايشه في قشره مليانه جرحى. الله يخليك. ابني بدي اعرف عايش ولا ميت. شو اسمه ابني؟ صفوان. صفوان عايش. عايش يا اختي، بس راحوا رجليه ووجهه مضرب وليك قدامي. لك يا اختي هذا امر الله. لا مو على كيفك. هلا بدك ترجع رجلي. هلا بدك ترجع رجلي. لك يا اختي دعي لربك انه ابنك ما يروح فيها. بدك اياه يروح فيها؟ والله بخنقك. والله بخنقك. صفوان يجي لهون. بس يا مو اخي صفوان ما له صحيان وما بيقدر ينزل لهون. هذا مو ابني. لك هذا مو صفوان. شلون يا مو ابنك مو صفوان؟ ليك ناجينا لهون لعنده لصفوان. مو ابني. وينو ابني؟ وينو صفوان؟ وينو صفوان؟ يا لعبتي يا مو. لك شو صار لك؟ وين أنا؟ يا مو نحن بالمستشفى. يجينا نشعل أخي صفوان. المستشفى؟ يا لا أنت شو صار لك يا مو؟ شو صفوان؟ يلا أمي يلا تقبريني. لا تخربي لي الكحل. شوف صفوان. صفوان.